أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في آخر أيام دور المجموعات لبطولة قناة الكأس الرمضانية العاشرة. اليوم ثلاث مباريات مهمة جدا، فأهلا ومرحبا بالجميع. أعزائي المشاهدين، تابعوا معنا جدول مباريات اليوم. الوضع اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم مباراة تحصيل حاصل، احنا والمايدة، واحنا طحنا ثلاث مجموعة قوية، لكن لازم نلعب ونأدي على الأقل نطلع بصورة مشرفة. نتمنى الفوز، مع ان فريق اليوم عندي نقص صراحة، عندي نقص، ويمكن عندي فريق أساسي فقط، ما عندي احتياط، ارتباط بعض اللاعبين في بطولات ثانية، وهذه يمكن من أكبر المشاكل اللي واجهتنا. رأيك البطولة بشكل عام، أنت كل بطولة مشارك، اليوم البطولة العاشرة، رغم أنك غادرت، لكن شراك بالبطولة؟ والله أمانة يعني البطولة يعني كل ما أدها تزيد في النجاح، يعني أنا من البطولة الأولى موجود، يعني كل ما اللي فيه تطورات أفضل الأفضل. الحمد لله إحنا قدمنا اللي علينا، ما توفقنا، لكن إن شاء الله اليوم نقدم مباراة تمتع الجمهور، مباراة نرد فيها شوي الثقة، وإن شاء الله أن السنة الجاية بإذن الله نعد أفضل من السنة هذه بإذن الله. البطولة ممتازة، وإن شاء الله يزيدون الفرق، بس نفس العام يكون خمس فرق في المجموعة يكون أحسن، لأن إذا أنت خسرت مبارتين ما عندك شانس أنك تتأهل. القرعة ظلمتنا شوي، لأن جينا مع أقوى الفرق اللي هو طبعا الكاس والحوي والمايدة، فريق محترم جدا صراحة، يعني من الفرق الجيدة، فهذه طبعا نظام قرعة ما نقدر نقول. أتمنى السنة الجاية تكون في رؤوس مجموعات أفضل، حتى ما ينظلم يعني بعض الفرق ما تنظلم. يعني أتوقع حنأدي أحسن مباراة، لأن حنكون مرتاحين، ما في شد، ما في شيء، وأكد لك اليوم فايزين. ما أنكم العام لاعبين نهائي يعني. حال الكرة نعمل شنو؟ الحمد لله. مباراة الوداع اليوم كيف راح تكون؟ والله جايين احنا ان شاء الله بس نستمتع، واهم شيء كسبنا معرفة الشباب وجاسم والمدرب، وان شاء الله تكون مباراة حلوة بين الفريقين. رغم الوداع شلون البطولة؟ والله نشكر المنظمين على البطولة صراحة، هذه أول مرة أنا أشارك فيها شخصيا، وان شاء الله ما راح تكون آخر مرة، ان شاء الله شارك فيها السنة الجاية إن شاء الله. قادم أفضل إن شاء الله. بإذن الله يكون ترتيب أفضل إن شاء الله. صحة والعافية، شكرا لك حبيبي، الله وجهك ويعطيكم العافية. المعمورة والمايدة مباراة تحصيل حاصل، نتابع أول مباريات هذه الرسالة، تابعونا. المايدة المعمورة مباراة تحصيل حاصل، بما أن الفريقين كانوا غادروا البطولة منذ الجولة الثانية نعم، بخسارة المايدة في المباراة الأولى ضد فريق قناة الكأس، والمباراة الثانية ضد الحويلة. فريق المعمورة والآخر ينازم في المباراة الأولى بال6-1 أمام فريق قناة الكأس، ونازم في المباراة الثانية 1-0 أمام الحويلة، وغادروا منذ المجموعة الثانية. مباراة اليوم إذن هي تحصيل حاصل. أسلم وأهلا وسهلا بكم وصحة شريبتكم. يتجدد اللقاء من هنا من الملعب رقم 5 لأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي. وماذا ستنفذ فيما بعد؟ كرة للتسديدو، كرة المنطقة الأمامية لصالح فريق المايدة، هنا كرة وجه لوجه، 3-1، هنا كرة بكل سهولة راشد الكعبي يعود من جديد، بل أكثر مجموعة سجل فيها هدف في المجموعة الثانية هذه، ونكونوا ضم على الطائر مباشرة، اكتفى بالمشاهدة حارس مرمى فريق المايدة، هنا الإعادة، رجل يمنى رائعة، هذه الكرة الرأسية لمن قوي، كرة والهدف 2-2، يستحق التعديل فريق المعمورة، الشرشمي يفتح الزاوية بعد المباخدة، كرة ما انتظرتش منك من حارس مرمى فريق المايدة في الكرة الأخيرة.
3-2 ومتقدمين وتلعبوا مرتاحين، وين اللعب هذا من قبل؟ والله لا تسألني، والله ما أدري وين اللعب. يعني اللعيبة زينين فيهم الخير، بس ما أدري، ما توفقنا مبارتين، بالخاصة إن مجموعتنا يعني طحنا في مجموعة يمكن من أصعب المجموعات اللي في البطولة، طحنا مع الكاس والحويلة، فالحمد لله. يعني في زيادة الشوط الثاني إن شاء الله، إن شاء الله في زيادة، إن شاء الله إن شاء الله. وين اللعب المناعي؟ وين اللعب هذا في المباراة اللي طافت؟ الحين تحصل حاصل ما شاء الله قاعد يلعبون؟ لا بالعكس، إحنا قدمنا المباراة اللي ويا الحويلة الحمد لله، كان الشباب قدموا مستوى ممتاز، قدر الله ما شاء الله فعلا خسرنا بهدف، يعني ما كنا بخسرنا لكن مباراتنا الأولى كنا لعبنا مع فريق الكاس، وكان هو يعني عاد روحه بصفة ممتازة، وإحنا ما كنا يعني نجهل بعض اللعب وياهم. اليوم تبيه 3 نقاط بإذن الله، إن شاء الله نحصل 2 الحين وإن شاء الله بتزيد إن شاء الله. والله إحنا مشكلتنا من بداية البطولة نعاني من إصابات، وإن شاء الله نتدارك الوضع ونأخذ أول فوز لنا إن شاء الله في البطولة والوعد السنة الجاية. في النهاية إيش رأيك في البطولة؟ بطولة لو 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 هي مش من مستوى ما شاركنا، هاي 3 سنة على التوالي نشارك وياكم، وإن شاء الله السنة الجاية بيكون الأفضل حق المايدة إن شاء الله. ناس ما شفتوا لعبنا في الشوط الأول، طبعًا في النهاية المباراة تحصل حاصل ناس ما يقولون، نحاول نطلع يعني بأفضل صورة في البطولة، ما توفقنا إحنا ما نقدر نتأهل، سننا مجموعتنا صعبة مثل الحويلة والكاس. استحق ثاني شو اللي بيصير؟ الشوط الثاني إن شاء الله بنعوض ونحاول على الأقل فوز في المباراة بإذن الله. يعطيك الصحة والعافية المعمورة والمايدة. الشوط الثاني تابعوا معنا. تاريخ نايف لانيسي لعب ثنائية ثم أهلين فتح السوية تسديده 3-3 وهدف جديد، ثم إمكانية رفع الكرة التمرير الترويج ثم تسديده من أجمل الأهداف هاي. ومعاكسة لسرع فريق الميدة فتح السوية تسديده مشهود فردي ونصف النهائي تألق بدون أي مركبة أيضا. كرة الواو كرة إمكانية الهدف والكرة تمريرة أرضية الجديد هو 5-5 نعم 5-5 5-5 في المأمورة فريق الميدة ثم كرة مهدة تسديده من نيران الصديقة ثم كرة 6-6 عادة هذه النتيجة الهدف السادس. لا ما طلعت اليوم، انا قلت لك بدايه المباراه هاي المباراه المتعه ان شاء الله، استمتعت والمتعه بالاهداف. يا سلام، والقادم افضل ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله السنه الجايه. يعطيك العافيه حبيبي. والله مثل ما تشوف فريقنا ناقص منه واحد وهم ناقص من عندهم واحد، مفتوح الملعب، اثنين سجل وهم يسجلون، سجل اثنين المباراه يعني حتى اخر مباراه 3 نقاط ما فيها، معكم والله نجوم في الملعب انتم المايده، ما في حظ ان شاء الله السنه الجايه نعوض. ايش رايك في البطوله بشكل عام؟ والله ما شاء الله من افضل البطولات اللي في رمضان، اللي بدل وقت الفراغ هذا الواحد يجي يقضي وقته بساعتين 3، يعني من احسن رياضات عندك. قادم افضل ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. 6-6 انتهت، نذهب الان الى مباراه كسر العظم والتاهل للدور الثمانيه. نتابع المباراة الثانية، عين خالد والثمامة. الثمامة غادر البطولة، ولكن عين خالد لابد من الفوز اليوم للتأهل لدور الثمانية. مباراة قوية جدا من الثمامة، عين خالد يبيها بهالجمهور الكبير الحاضر معاه اليوم. تابع المباراة. انتوا غادرتوا البطوله، ولكن مباراه اليوم قويه للعين خالد يبي يتاهل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. طبعا غادرنا البطوله بشكل شوي صعب، يعني خسرنا اول مباراه 3-0 ثاني مباراه 4-1، لكن احنا دشين على الاقل عشان نحفظ مال الوجه،
يعني حتى لو نبي الفوز يعني مش ان بنخلي عين خالد ياخذون راحتهم في اللعب، ان شاء الله ان شاء الله ناخذ 3 نقاط ان شاء الله. حط عين على المباراه يبيها عشان يتاهل. اكيد اكيد لازم يفوز فريق عين خالد عشان يتاهل، بس احنا بعد ما بنكون خشبات بس في الملعب عشان نخلي عين خالد يفوز، فلازم ناخذ على الاقل 3 نقاط، ناخذ ثالث المجموعه على الاقل. تكون قويه باذن الله. حلاوه البطوله الجمهور، اتمنى التوفيق للفريقين، اتمنى ان نستمتع في اخر مباراه لنا وتوفيق الفريقين ان شاء الله. عين خالد شو يسوي اليوم؟ يبي الفوز. اذا يبي الفوز لازم ياخذه في الملعب، ما اقدر اعطي المباراه. المباراه تكون قويه. اكيد. والله مباراه قويه تمام، مع انهم طالعين لكن يقولون مباراه قويه. روح عين خالد. مباراتكم اليوم مباراه كسر عظم. تفوز تتاهل. تعادل ولا غير برا؟ لا ان شاء الله فايزين اليوم وبحضور الجمهور ان شاء الله. الجمهور منين جايبين الجمهور؟ جمهور من عين خالد بعد، من وين؟ اهل المنطقه. وما شاء الله عليكم دائما ترى حاضرين معنا. نعم يازرون الفريق. واليوم الجمهور يكون تاثيره ايجابي. مره يازرون. يا سلام. فايزين اليوم؟ ان شاء الله باذن الله. تيجي كم اليوم؟ ان شاء الله 3-0. وضعكم اليوم في مباراه كسر عظم مع الجمهور الكبير جمهور عين خالد، نعودنا دائما حضور البطوله. بالذات اليوم ما شاء الله ما قصروا. ما شاء الله احتفال، شوفوا الجماهير ما شاء الله عليهم بكثره متواجدين. وهذا ما تعودنا عليه ان شاء الله. اليوم تفوز تتاهل غير ذلك برا ان شاء الله من بدايه الشوط الاول ان شاء الله باذن الله. شباب ما راح يقصرون، ناويين على 2-3 ان شاء الله. خلاص باذن الله. خلص بدري ان شاء الله. في اهداف وايد اليوم ان شاء الله، وتبديلات الشوط الثاني شباب كلهم ان شاء الله راح يلعبون ان شاء الله. سلام عليك، يعطيك الصحه والعافيه. عصير، العصير مع الجمهور هذا بامانه يبردك. التسخين لازم شوي يعني. شو بتسوون اليوم؟ لا ان شاء الله اليوم بفوز، ما عاد خلاص ما لنا الفوز، لازم افوز غير نطلع برا. فوز ان شاء الله. والله تكلمت مع تمام قالوا حبيبي مباراة اذا يبوا يفوزون يفوزون بالملعب. اي اكيد اكيد لازم احنا ناخذها بالملعب نفوز، احنا ما نعتمد على الفريق الثاني انه خلاص طلع برا المجموعه وخلاص يعني. لا لا احنا نلعب عشان الفوز ان شاء الله بنتهل. مساعده الجماهير ان شاء الله ما قصر. شو رايك بالجمهور؟ جمهورنا هاي ما شاء الله اي معودين دائما حاضر. أي بطوله هاي طال عمرك بعد ثاني اكبر قاعده جماهيريه بعد نادي الريان. يا سلام كلام كبير بامانه جمهور كبير. ومن دكه احتياط نذهب الى جمهور عين خالد العظيم. وهذه المباراة المختلفة شاكلتها، نعم من جمهور على مدرجات ملعب المباراة، والأمل الوحيد أو البطاقة الوحيدة المتبقية في هذه المباراة، وبالتالي الدوحة ينتظر والوجبة راح، ومن هنا عين خالد بدها تروح، وبالتالي الصراع مستمر في هذه المباراة الكبيرة. وأجمل ما في هذه المباراة والبهاء اللي يضيف هذا وهذه الألوان البيضاء على المدرجات الزرقاء تضر، والوجبة راح، ومن هنا عين خالد بدها تروح، وبالتالي الصراع مستمر في هذه المباراة الكبيرة. وأجمل ما عليكم أثريتوا البطولة وحضوركم الجميل جدا. أولا نشكر غرف الكاس على التغطية اللي ما لها حل، والشباب إن شاء الله اليوم متفائلين يفوز بإذن الواحد لحد إن شاء الله. اليوم تفوز التأهل بإذن الواحد لحد، إحنا نبي فوز وأداء إن شاء الله. مش فوز بس، نتيجة كم على الجمهور؟ والله نقول إن شاء الله 2-3 إن شاء الله. بإذن الله. وكالعادة جمهور عين خالد الوفي متواجد إن شاء الله، سواء تأهل فريق عين خالد أو غيره، وراح نكون إن شاء الله متواجدين في البطولة. وهذا عودتهم، هذا أول جول، وسادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان.
نهايه الشوط الاول 2-2 الى الان المباراه في الملعب. ضاغطين ما شاء الله لاعبين الكوره اليوم. ايه الحمد لله الحمد لله، بس غلطتين ويا ابو قولين، بس الفرص كلها لنا. انتم تحصل حاصل بالنسبه لكم، هم يبون الفوز صح، بس ما بنخليهم. تقدمتوا وتعادلتوا، تقدمتوا ورجعتوا تعادلتوا، انتم تبون الفوز ولا ايش السالفه؟ والله نبغي الفوز بس ما حالفنا الحظ. المباراه فوز وخساره. الفريق الثاني اشوف انه مو يعني يلعب مباراه لكن مو بالحافز اللي عندكم، انتم لازم تفوزوا عشان تاهلون. لا ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله الميدان يا حميدان، ان شاء الله الفوز لنا ان شاء الله. خلاص اليوم ان شاء الله باذن الله تاهلين ان شاء الله. قادم تاهلين اكيد، اذا الجمهور حرام يطلع خسران. والله حرام. نعم ما يطلع ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه حبيب. نرجع ان شاء الله، باقي شوط باقي شوط، وعلى ما قالوا ما عندنا شيء نخسره اليوم، لازم الفوز ولا نطلع برا، وباذن الله فايزين 2-2 باذن الله. صعبه والله، هي صعبه مثل ما قلت، لكن ان شاء الله نتعدى الصعب. انا خادم تاهل باذن الله. في اهداف شوط ثاني ببركه الشباب الموجودين باذن الله نتأهل. والجمهور الجميل والله ان شاء الله نكون قدها. يعطيك الصحه باذن الله نكون قدها ان شاء الله. اي خالد وثمام 2-2 مباراه او شوط التاهل الحين الشوط الثاني، تابعوا معنا. صفوف على ثمام مر من هنا. الله الله اهدرت من قبل رايس سلطان الشيب لتروح من هناك الى ركله. بعد أردت المرور من هنا بعد الكرة للجول للجول. الله لا زالت هذا لاعب فعال أيضا اللي هو عبد الله خليفة، والتصويبة من هناك كرة إلى ركلات المقدمين المتابعين ما أريد. هذا الجمهور يروح بعيد والله تاهل. انا والله ما قلت لك ان شاء الله احنا متاهلين ان شاء الله اليوم، ولكن الربع ظهرنا شوي مرتبشين فيهم الربشه، ولكن الحمد لله فضل من الله ان شاء الله النهايه باذن الله. تعال 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 مباراه ما عاد فيها موت موت ما عادش مره. خلاص احنا فوز اهلنا، فوز اهلنا، وان شاء الله وان شاء الله نفوز. خافي من هاللحظه خلاص. لا خلاص هلا والله بيشتونا، عندنا حارة شوي بيني وبينك بيني وبينك. خلاص خلاص جنون في المدرجات وفي المدرج الثاني يا ابيض. الهدف الثالث في هذه المباراة. اني اتكلم واقول ما اريد الجمهور يروح بعيد، ما اريد يروح بعيد. ومن هناك عبد الله عباد قال لي من خليهم يطول الى الامام يا اما يسجل في مرمى وهو أخيرة ونهاية المباراة وتأهل عن خالد. مباراة مجنونة في المدرجات وفي الملعب. الثواني الأخيرة التسجيل. هذه الكرة الجميلة للجول للجول. صفر صفر الحكم، صفر الحكم. مبروك الآن خالد، مبروك الان خالد، خلصتوها وتاهل الحمد لله. ردوا اللعيبه ما قصروا، وان شاء الله القادم افضل. سلام عليكم صاحب العافيه. قلت من تاهل وتاهلت فعلا، لكن مباراه مجنونه اليوم بامانه، اجمل مباراه في البطوله. الحمد لله ادنا الشباب ما قصروا، ادنا عليه ونستاهل الفوز والتاهل ان شاء الله. عاد وراكم عاد وراكم دعك في الثمانيه شباب دعيك ما عليك تسال. يا سلام عليك يعطيك العافيه. مثل ما تشوف الجمهور اي بالله يعني في ذمته، يعني الجمهور هاي تطلع زعلان والله حرام. سوينا على قد ما نقدر لين اخر دقيقه قاتلنا، والحمد لله من فضل الله جبنا اخر الدقائق جول، والحمد لله على كل حال. تستاهلون تستاهلون. وبعد دور الثمانيه ان شاء الله الحين يبشر ان شاء الله. الصحه والعافيه. عين خالد، لاعبي عين خالد، اداره عين خالد، جماهير عين خالد، مبروك. والله الحمد لله احنا فريقنا من مباراة لمباراة احسن، والشباب يعني متحمسين
وناويين على الصدارة إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقهم إن شاء الله. اليوم تلعب ضغط تبي الصدارة ولا مجرد إني خلاص أنا متأهل؟ شوف هم الفريقين لازم بيسكرون، لازم بيكون في احتياط وماخذين الحذر، لكن أكيد اللي بيخطف جول أنا أقول لك خلاص خلصت المباراة. والله فريق محترم، احنا اثنين متأهلين المباراة مثل ما نقول تحصيل حاصل. طبعا اللي بياخذ الأول اللي بيفوز اليوم فرصته أكثر إنه يلعب مع فريق الضعف في المجموعة الثانية. نتمنى التوفيق حق الاثنين. تلعب على الصدارة اليوم ولا مجرد أن تأهلت؟ احنا الحمد لله متأهلين، واحنا بصراحة مثل ما قلت لك في البداية احنا مشاركين. والله فريق الجريان فريق قوي صراحة، ويحسب له الحساب صراحة، يعني من أقوى الفرق في البطولة، والحين المباراة هذه يعني لازم نفوز، نفوز عليهم علشان ناخذ الصدارة. اليوم الصدارة وين؟ بنشوف ان شاء الله. جريان ان شاء الله مباراه قويه اليوم ان شاء الله لنا ان شاء الله نجاح. يعطيك العافيه ابو حمد. الجريان والوعب حامل اللقب والفريق الثقيل طبعا الجريان. نتابع المباراه. اليوم هو اليوم الثامن من البطوله، ومباراه الليله هي المباراه الختاميه لهذه الامسيه والاخيره في دور المجموعات للبطوله. المواجهه التي يواجه من خلالها فريق الجريان فريق الوعب، مباراه عنوانها من منهما سيحسم صداره المجموعه الرابعه بعد ان ضمن الفريقان التاهل للدور الربع النهائي للبطوله. يبحث عن المرور يمر داخل منطقه الجزاء. ماذا يقول الحكم؟ ياسين الغزلان يقول ركله مرمى لفريق الجريان من جميع النواحي. استدارة رائعة، أشير وبسرعة تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. يا سلام على التسديد، إمكانية التسديد رائعة، الكرة الماضية. وفي هذه الأثناء ينهي حكم الساحة ياسين الغزلان أطوار الشوط الأول. الحق سيد قلت في وقتك مو بوقتك. ليش؟ لا وقتك مو بوقتك كلش. ليش بالعكس؟ أنت متعادل وصفر صفر. أنا مضيع أجوال. اللعب كله كان في نص الملعب. إيه بس كم فرصة إحنا مضيعين؟ في جولتين لو حطيناهم كان على الأقل واحدة منهم. لو إن شاء الله الله. إن شاء الله ثاني شو اللي بيصير؟ لا في تغييرات عندنا شوية. خف علينا خف علينا التغييرات. مدرب مانشستر يونايتد. ما قصروا الشباب في الشوط الأول، بس إن شاء الله الشوط الثاني بنغير شوي نوع ما في التشكيلة، إن شاء الله بنظهر بصورة أفضل، وإن شاء الله بنسعدكم الشوط الثاني. إيه الخطة الشوط الثاني؟ والله احنا بنحاول نلعب على الفوز ان شاء الله بمشيئه ربنا، يعني هنكثف الهجوم شويه ونشتغل نحاول نخطف الماتش ان شاء الله قبل ما نوصل ضربات الجزاء. في اهداف ولا ان شاء الله؟ متفائل ان شاء الله خير. وضع المباراه في الشوط الثاني، نتكلم الحين 0-0 انتهت، لكن في الشوط الثاني نبي نشوف اهداف. الفريقين متاهلين ونبون الصداره. والحمد لله احنا متاهلين الحين. المباراه تقدر تقول يعني على الاول والثاني ان شاء الله بنفوز. الرابع ما قصروا. اتوقع ما ترضون الا بالاول. لا ان شاء الله ان شاء الله ناخذ الاول، احنا طموحنا الاول ان شاء الله. والله تدري الفريقين ما شاء الله عليهم 6 نقاط وما يبغون طبعا، ولاعبين توهم جايين، نص الفريقين جايين من الوجبه لاعبين، مش حتى شفت مجهود يعني مجهود نص اللعيبه مجهود يعني متوسط يعني. ما ادري يمكن تخلص 0-0 على ضربه ترجيحيه. في اهداف؟ والله ما اعتقد. ما اعتقد؟ لا ما اعتقد. ربع في الحوي في الجيران يقولون في اهداف ان شاء الله لنا. دربتهم على ضربات الجزاء؟ بصراحه لا، بس احنا من العام هنا نتحدث عن اخطاء المدربين. لديكم مباراه، لديكم مباراه مهمه جدا ممكن تاخذ صداره فيها، ولكن ممكن توصل لركلات ترجيح. ما هو ما جاش وقت ان احنا نشتغل، احنا ما اشتغلناش، بنتجمع على المباراه على طول. ما بقاش بس ما فيش وقت، اللعيبه في الوجبه وهنا وهنا، ما فيش تجمع، التجمع على البطوله على طول، فهتشتغل امتى ضربات الجزاء؟ فهذه الصعوبه يعني. وانت حامل لقب، عليك ضغط يا كابتن. اكيد اكيد اكيد، واحنا ان شاء الله بنشتغل تحت الضغط ده ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله. شوف اهداف ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. الوعب والجريان الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني من الحكم ياسين الغزلاني بمساعده الحكم الاول محمد احمد الشريف والحكم المساعد الثاني محمد عون. ينفذ الكره تمرر خطيره. يا سلام هذا الاخطاء تسدد. يا سلام وهذا ما عودتنا عليه بطولة الكأس الرمضانية. يا سلام على التسديدة دائما من الماكر تميم الكور. في هذه الأثناء الحكم ياسر الغزلاني ينهي أطوار هذا اللقاء. انتهت مباراة الجريان والوعب بالتعادل 0-0. مثل ما قلت راح نروح ركلات ترجيح إن شاء الله. ورحت ركلات ترجيح وبنروح وبنفوز يا إن شاء الله. شو الثقة؟ والله يعني كان خلاص في المباراة وخلاص اللعيبة شوي الله يهديهم، يعني لياقة وتعب اليوم لاعبين، وصل ان شاء الله بلنتيات، خلصنا الحين وحين ان شاء الله اخذوا البلنتيات. لمن؟ لنا ان شاء الله. للوعب؟ ان شاء الله.
تسدد لكن الحارس احمد الصياد خليف في التنفيذ. يا سلام حسين تلعب الركله تضيع 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 تري راشد جول جول الحارس احمد الصياد جول جول بعد نهاية الضربات الترجيحية الجريان في الصدارة رغم انكم قلتوا جايين نطقطق كورة لكن واضح انه في خطة. والله توفقنا احنا السنة بحارس يعني ومثل ما انت شايف نفعنا في البلنتيات والحمد لله على كل حال يعني. الحين التأهل على رأس المجموعة القادم ابو حمد. والله احنا بنلعب بنفس الطريقة يعني وان شاء الله خير. طموح طموح لنا بيني وبينك بيني وبينك الطموح قلت لك من اول يوم نلعب ونستانس تغيير جو في رمضان ونشد حيلنا يعني. يا سلام عليك صحة والعافية والجريان والحارس شو الإبداع وش الإمتاع يا صديقي. الحمد لله الحمد لله. كيف ركات الترجيح كذا؟ والله أبو سلمان من برا قبل المباراة احنا رحنا اتمرنا هناك على ضربات الجزاء الشباب كلهم الحمد لله من أول كرة اللي ما تروحش قبل الكرة إن شاء الله بتجيب ثلاثة أقل حاجة الحمد لله ربنا وفاني في الثلاث كور يلا واللي جاي احسن ان شاء الله. افضل لاعب افضل لاعب الجائزه تنطلق الذيب تستاهل والله يستاهل افضل لاعب في المباراه. تكلمت معاكم اول مباراه قلت جاي نلعب كره قدم جايين نستانس مع الربع لكن اشوف ما شاء الله صداره المجموعه توفقوا يعني توفقنا وفريق يعني لعب كوره ومشى القادم عندك دور ثمانية مع من بنلعب هذا؟ ما ادري يعني خالد القادم دور ثمانية بنأدي اللي علينا وهذه كوره يعني الطموح وش ابو حمد؟ لا بناخذ البطولة. يا سلام عليك يعطيك الصحة والعافية أبو حمد يصرح أن البطولة عند الجريان. أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم إلى نهاية دور المجموعات الملتقى بإذن الله تعالى في دور الثمانية. تقبلوا تحت طاقم العمل في أمان الله.